نحضروا هذه العمليه ديال اللي كنشاهدوها الان على مستوى دائره تيزنيت. هذه العمليه اللي كتعتبر من العمليات ديال انتقاء واحد العدد كبير من الشباب على مستوى اقليم ديال تيزنيت بطبيعه الحال، اللي من خلاله تم التركيز على ثلاثه دوائر تابعه للاقليم: دائره تافراوت، دائره انزي، واليوم كي كتشوفوا دائره تيزنيت. كنشوفوا بانه كاين واحد عدد كبير من الشباب ديال الاقليم اللي كيشتغلوا في المجال الفلاحي، واللي هما بطبيعه الحال يعني جاوا اليوم باش انهم يدفعوا يعني الملفات ديالهم باش تكون واحد العمليه ديال الانتقاء عبر اللجنه اللي هي مختصه، واللي من خلالها كتقوم بانتقاء واحد العدد كبير من الملفات وفق مؤهلات معينه اللي هي محدده السن من 25 حتى 45 سنه. وكذلك كاين واحد عدد كبير من الشباب اللي هما متجندين باش انهم يشاركوا في هذه العمليه، وكنتمنوا انه حقيقه يتم الاهتمام بالشباب ديال اقليم تيزنيت كباقي الاقاليم، لانه اقليم تيزنيت كاقليم فلاحي متميز فيه واحد عدد من اراضي الفلاحيه اللي خصها حقيقه تستغل، وفيها كذلك واحد عدد من الفلاحين، وماشي غير في العنصر الرجالي ولكن كنقولوا حتى كذلك العنصر النسائي. اكثر تقريبا تكون اكثر من 600 الحدود 1000 هذه الصبيحه، يعني كما شفنا وتبعنا على اساس انه كاين واحد عدد من الشباب، وتقريبا حسب يعني المعلومه اللي خديناها باعتبار من الناس اللي هما بعض المسؤولين، انه كل دائره من الدوائر غادي تخصص لها واحد الكوطة على حسب يعني كل اقليم، لان هذه العمليه كاينه على مستوى جهه سوس ماسه، فيها طاطا، فيها تيزنيت، فيها شتو كيتباها، وعدد من الاقاليم تابعه لجهه سوس ماسه. تقريبا العدد اللي سمعنا هو انه غادي يكون واحد 25 شخص على مستوى اقليم تيزنيت، وهذه يعني موزعه ما بين ثلاثه الدوائر. وهذه العمليه يعني بارابور الى شفنا الدوائر والامتداد الجغرافي ديال اقليم تيزنيت، الى قارناها مع 25 يعني مرشح، فهي نسبه قليله على ما اظن على مستوى الجهه ديالنا، وبالتالي كنطمحوا انه يكون الزياده في هذه يعني النسبه تكون كبيره، لان تيزنيت فيها واحد عدد فعلا ديال الشباب اللي كيديروا هذه الفلاحه البوريه، ولا كذلك الفلاحه بصفه عامه في بعض الضيعات الفلاحيه.